أصبح من المتوقع أن تصل الأعمال الأدبية والإبداعية لكاتبات وشاعرات عراقيات شابات إلى جمهور أعرض فيما وراء البحار، بعد أن تقرر نشر أعمال فائزات في مسابقة شعرية وأدبية أقيمت في البصرة لمبدعات أعمارهن دون 25 عام باللغات العربية والإنجليزية والألمانية. هذه أول مرة على الإطلاق في العراق تنظم ورشة لكاتبات من النساء اللائي تقل أعمارهن عن 25 عاماً. أريد من خلال هذه المسابقات توفير منصة للكاتبات الشابات على وجه الخصوص، نظراً لعدم توفر إمكانيات كافية لدعمهن. وصلت على المرتبة الأولى في قصيدة النثر أو في الشعر. المكافأة أو الجائزة اللي راح تكون هي طبع كتاب راح يترجم للغة الفرنسية والألمانية وأيضا يصدر باللغة العربية. حقيقة هذه المسابقة تمخضت من تجربة ورشة قامتها معهد جوته الألماني بالتعاون مع قصر الثقافة الفنون في فندق شمس البصرة لمدة 4 أيام، كانت لشابات أديبات بصريات وعراقيات. قدمنا الشعر والقصة القصيرة دون العمر 25 سنة.